عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده بقى هاخدكم معايا انا وايفا، مش هقول لكم فين احنا دلوقتي وصلنا، ومفيش اسهل ولا اسرع من كده. احنا وصلنا في نفس المقدمه اللي انا برحب بيكم فيها، يعني حاجه مفيش بعد كده اختصار. طبعا اختصرت عليكم المقدمه كلها الحقيقه، لان انا اصلا نسيت اصور البدايه من الاول. انا مش هقول انا فين، ويا ريت ما تستنوش بقى لحد اخر الفيديو عشان تعرفوا انا فين. اللي شاطر بقى اللي هعرف من دلوقتي. هاخدكم بقى معايا النهارده في رحلتنا. زي ما قلت لكم مش هحكي لكم انا فين، ايفا معاها شغل فسافرنا. بصوا انا ماسكه نفسي بالعافيه، كل شويه هقول لكم سافرنا في كذا، وافتكر ان انا المفروض ما اقولكوش فين. بس ما تنكروش ان انا مسهلها لكم بصراحه، يعني بصوا اي حد كده شاطر او بنتباني من البلد دي ها بسهلها لكم اهي، هيعرف على طول. مش عارفه ليه حساكم لايسين بصراحه، فهنا قلت اسهلها شويه كده واوضح لكم يعني حاجه ممكن تبقى تسهل عليكم. وصلنا بقى هنا المكان، طمنوني عرفتوا ولا لسه؟ مش هطول بقى عليكم. قابلنا اجمل عروسه في الدنيا اللي حقيقي استقبلتنا استقبال كان في قلبنا حرفيا. ايفا بقى بدات شغل مع العروسه وبدات تحط الميك اب. ببص لقيت نفسي كده جعانه فجاه، طبعا معايا تفاحه صغنونه كده حيرانه، مسافره معايا من بلد لبلد. قلت بس ده وقتها بقى، المهم ايه دقتها، مش عايزه احكي لكم كانت زي القمر ازاي. قلت اطلع بقى اشوف الدنيا عامله ايه واشوف القاعه، وكانت بصراحه حاجه منتهى الجمال. المفروض تكونوا عرفتوا بقى انا فين. العروسه دي كانت عايزه ايفا بالاسم، وكانت مأكده عليها تجيبني معاها. حلو الكلام. حلو، احنا في المنيا. بصرف النظر انا كنت عامله لكم فيديو في شهر 11 اللي فات تقريبا، كنت في المنيا برضو. صدف بقى، صدف، بص الصدف ان انا كنت بنفس التيشيرت، يعني بنفس التيشيرت جيت نفس البلد، والفرق يعتبر سنه. مش دي المشكله خالص، مش دي المشكله خالص. المشكله ان انا عرفت في الفرح ان العروسه مصممه ان احنا نحضر الفرح. اقول لها يمين اقول لها شمال، مش هينفع. انا ما جبتش حتى لبس ينفع احضر بيه الفرح. تقولي لا يمكن ابدا، هو كده. حد يقول لي اعمل ايه؟ هي طلعت في السيشن دلوقتي مش عارفه ازاي اهرب مبدئيا، يعني المشكله مش عايزه ازعلها. بعدين يعني هتعملي ايه؟ لا يمكن طبعا. فرح ايه يا جماعه اللي حضروا كده؟ انتوا بتقولوا ايه؟ لا طبعا لا. انا كلمتي واحده ما بتنيهاش كتير، قلت لكم مش هينفع انزل كده، يبقى خلاص تصدقوني. قاعه الافراح منين لو سمحت؟ ما هو اصلي ازاي يا جماعه؟ ازاي بجد انا هسيب حد؟ يعني انا فارق ان انا احضر اهم يوم في حياته بالطريقه دي واسيبه وامشي كده؟ ما مش مهم اي حاجه، مش مهم اللبس، المهم ان انا اشاركها لحظتها. وطبعا من احلى اللحظات اللي انا بحبها هي لما بتشاركوني وبتيجوا تسلموا عليا، وبيفرق لكم ان احنا نتصور مع بعض. وعايزه اقول لكم ان انا كمان اتبسطت جدا بكل حد جه وشافني. لا هنا كنت بمسي على ايفا عادي، حسيتها بتنام، قلت لها قومي سقفي ايفا، العروسه زمانها جايه. احنا هنا كنا مستنيينها الحقيقه، ولسه بنتصور الصوره لقيناها دخلت. ربنا يا رب يرزق كل اللي بيتفرج بفرحه جميله، واللي لسه ما اتجوزش يتجوز، واللي نفسه يفرح يفرح يا رب، يعني ويحقق لكم كل اللي انتوا بتتمنوه. الف مبروك لأحلى عروسة في الدنيا، ربنا يساعدك يا رب ويفرحك. أنا هنا بقى قلت لها عروسة احنا الأتوبيس خلاص هيفوتنا، فنرقص رقصتين كده خلينا نتكل على الله. وبصراحة كان يوم تحفة. أنا بقى كنا عند الأتوبيس بكلم إيفا في موضوع مهم جدا، لقيتها سابت الموضوع كله وبتقول لي كده يا جماعة لحظة كده نسمع مع بعض. واو. أنا حرام في الأول ضحكت ما استوعبتش، بعدين اتخضيت، يعني فهمت إنها بتتكلم عليا يا جماعة. تاني على أسبوع. ماشي. ركبنا الاتوبيس، ايفا كانت بتدور عليا، لقيتني في الضلمه باكل، مش عارفه اتكلم اصلا من كتر ما انا باكل، يعني كنت جعانه جدا. بص لنفسي لقيتها هي برده جعانه جدا، فهنقول ايه؟ المهم وصلنا بالسلامه الفجر يا جماعه، احنا صاحيين طبعا، واضح حاليا ان احنا قضيناها نوم حرفيا، ما كناش قادرين نصحى اصلا. مش عارفه ايفا مالها بتعمل كده يا جماعه، حد واخد باله؟ نشوفكم في مغامره ورحله جديده وفرحه جديده، بنحبكم قوي.